على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور نبيل الشواطفة، الأخ العزيز والأكاديمي المتميز، عطوفة مدير شرطة البرقاء، أصحاب العطوفة والفضيلة جميعا، حياكم الله عز وجل. ونحن في هذا اللقاء الديني الوطني، هذا اللقاء الذي نعتز به في رحاب هذه الجامعة الكريمة، جامعة البرقاء التطبيقية، التي نتشرف بأن تحتضن هذه الدورة في إعداد